تم افتتاح متجر للزوجات. إن كان هناك قانونا قول عليك أن تختار زوجة واحدة من طابق واحد، وإذا لم تعجبك يمكنك الصعود إلى الطابق الأعلى، يمنع الرجوع إلى الطابق الذي تتركه. دخل أحد الرجال ليختار زوجة، فوجد في الطابق الأول ورقة مكتوب عليها: الزوجة هنا تتميز أنها مؤمنة بالله ولديها عمل. فقرر هذا الرجل أن يصعد إلى الطابق الثاني، فوجد ورقة: الزوجات تتميز بأنها مؤمنة بالله ولديها عمل وتحب زوجها. فقرر أن يصعد إلى الطابق الثالث، فوجد ورقة: الزوجات في هذا الطابق تتميز بأنها مؤمنة بالله ولديها عمل وتحب زوجها وجميلة وتحب أهل الزوج ولديها استعداد أن تساعد في مصروف البيت. فقرر أن يصعد، وجد ورقة مكتوب عليها: هذا الدور ليس به زوجات، هذا برهان أن بعض الأزواج لا يمكن إرضائهم.